نعمل تحليل مايكرو الجي، وللاسف كل الدكاتره بيكتفوا بيقول لك ده عنده زرق. لازم نعمل اليورين البوم كرياتينين ريشيو. دكتور شوقي توضح لنا اليورين البوم كرياتينين ريشيو ايه رايك، ادق ولا ادق؟ طبعا لان في مالتي فاكتورز افكت المايكرو الجي، يعني لو في بسلز في اليورين هتعمل مايكرو الجي. في انذر فاكتورز غير الدايبيتس ممكن تعمل مايكرو الجي، عشان كده مش دقيق. انما الريشيو الكرياتينين بيبقى فيكس، الكرياتينين فيكسد، الكلية شغالة كويس، والكرياتينين في البيز ونقسم عليه. فطبعا لما تيجي بقى يعني شيء متغير مع شيء ثابت بالظبط يطلع الريشيو مظبوطة، ان انت تقدر تحكم وتعمل ايفالويشن للكدني من خلالها. عشان كده الراجل ده نفس الراجل الاولاني اللي كان عنده السكر لسه بدري ابتدى يزيد الريسك بتاعه في الهارت اتاك 3 فولد، ابتدى يزيد الكارديو فاسكولار ديس 4 فولد، ابتدى الهوسبيتاليزيشن والهارت فيلير يزيد كمان بقت 5 فولد. ده كله بسبب ان احنا ما بدأناش الخطوه من بدري، سيبنا البيشنت لغايه ما البيشنت ابتدى يوصل للفولدز العاليه دي من الهارت اتاك، من الكارديو فاسكولار ديس، من الهوسبيتاليزيشن. كل ده اتاثر. عشان كده وي هاف تو تيك اكشن ناو تو بريفنت فيرثر كارديو فاسكولار اند رينال دامج. المشكله ان احنا فعلا بنسيب البيشنت لغايه ما يوصلك الالبومينوريا الريشيو بيوصل 2000 و3000 و1000 حاجات كده، ارقام غريبه يعني.